انا بصراحه اتبسطت وكنت فاكر ان انتوا بتشتغلوني، بس طلع ان كل الكلام بجد. طيب انا كنت صفيت على ماونتن فيو، كلمت الهوت لاين بتاعهم، عملت تهريج على الهوا. مساء النور ماونتن فيو. ايوه انا عايز اقول لك على مفاجاه، انا مروان يونس وانت على الهوا دلوقتي. مش هنشتغل، احنا هنحب الشغل. بص تفتح الستاره تلاقي ايه بقى، لان هم المفروض ان هم عندهم فور بيلرز بيسموهم بودي مايند هارت اند سول. كنا عايزين نعمل حاجه بترفلكت الكالتشر بتاعه ماونتن فيو. الثقافة اللي ماونتن فيو عايزة تعملها هي بيسكلي ثقافة السعادة أو الإيجابية. مبنى ماونتن فيو بنى جواه حاجة كتير قوي، حاجة كتير قوي.